نعم، أنا أستطيع أن أقول بأنه قد وصلت إلى نهايتها. الولايات المتحدة الأمريكية مارست أبشع أشكال انفصام الشخصية في التعامل مع الموقف الفلسطيني. اسمح لي أقول لك بأنها استخدمت أيضا أسلوب الاستهبال السياسي، معذرة على هذا التعبير، ولكن لا إمكانية لاستخدام أي مفردة توصف الحالة إلا استهبال سياسي. يعني تتحدث عن وقف العملية في رفح، ثم تقول بأنها لم تستلم من الإسرائيليين مؤشر بأن العملية ستأخذ بعين الاعتبار ترتيبات خاصة بالمدنيين، يعني أنتم مع العملية. ثم تقول بأنها ستعاقب المستوطنين وتعود مساء لتزودهم بالسلاح. الأنكى من ذلك بأنها تقول أنها مع حل الدولتين، ثم تذهب لمجلس الأمن وتستخدم الفيتو. هذا الانفصام في الشخصية وهذه ازدواجية المعايير في التعامل أفقدت الولايات المتحدة الأمريكية أي إمكانية لتلعب دور الوسيط حقيقة. ونحن نرى في روسيا وفي الصين دور متمم لدور جمهورية مصر العربية وقطر وكل الإخوة الذين أرادوا إنهاء هذا المشهد. ولا أنسى أحد من السداسية العربية وعلى رأسهم السعودية. إحنا مع أي جهد يقود نحو تحقيق المصالحة وإنهاء هذا الحال المأساوي. وبصراحة نعم، نتنياهو عندما وقف أمام الجمعية العامة، لو سمحت لي بعجالة، في أيلول الماضي، أبرز الخارطة التي تحدث فيها عن شرق أوسط جديد، وتحدث عن حلمه التاريخي بأن يفتح الممر التجاري من الهند إلى البحر المتوسط. الصين لديها طريق الحرير، روسيا لديها أيضا مصالحها، الكل يتحدث بلغة المصالح. وإحنا لا بأس كفلسطينيين أن نمتلك قدر أيضا من الأنانية للحديث عن مصالحنا في إطار هذا الشرق الأوسط الجديد وفي إطار النظام العالمي الجديد الذي يتكون الآن بدور أكبر لروسيا والصين لا محالة.